Hallo alle zusammen. Heute sprechen wir über Lektion 4, meine Freunde. Ahlan a'zai al-talib. Istikmalan li sharh manhaj al-lugha al-almaniyya lis-saff as-sadis al-ibtida'i, النهارده هنشرح لكم درس 4 اللي هو عنوانه أصدقائي. هناخد النهارده ليسن قراءة. هناخد القطعة وهنطلع منها الفوكاب الكلمات المهمة اللي مفروض تبقى عارف معناها وهنحل عليها. فيلا بينا نبدأ. قطعتنا النهاردة بتقول تانيا استمايني بيست فغويندن زي وونت اوخ ان دير بانهوف شتغاسة ان بون في ايش زي است فيرت سي ياري الت زي است ان دير كلاسي اخت ا في هابن dieselben Hobbys, Lesen und Musik. Ich spiele Gitarre und sie singt. Wir telefonieren vier oder schicken uns SMS. احنا قرأناها دلوقتي. تعال ناخد جملة جملة نقراها تاني ونقول الكلمات المهمة فيها. تانيا است مايني بيست فغويندن. تانيا ده اسم بنت في ألمانيا. است مايني بيست فغويندن احنا هنعتبر اللي قاعدة على اللاب قدامك دي وبتكتب التيكتس ده القطعة دي واحدة اسمها زابينا. بتتكلم بتقول ايه؟ بتقول تانيا است مايني بيست فغويندن. تانيا دي صديقتي المفضلة. فغويندن اللي بالأصفر ده معناها صديقة. ولو عايز أقول صديق هتشيل الـ I N اللي في الآخر وتبقى فغويند صديق. طيب تانية اللي صديقتها المفضلة دي زي فونت أوخ إن دير بانهوف شتغاسة إن بون في إيش. معناها إيه؟ زي يعني هي فونت تسكن أوخ أيضا in der Bahnhof Straße. Bahnhof ده محطة القطار اللي هو الشارع اللي فيه محطة القطار. في بون في إيش يعني زي أنا. زي إست فيرتسين ياغي ألت يعني عندها 14 سنة. زي إست إن دير كلاسي أخت أ يعني هي موجودة في فصل أو جريت أخت أ موجودة في فصل إيه؟ الثامن إيه. فير هابن ديزلبن هوبز إحنا عندنا نفس الهوايات. اللي إيه هي الهوايات دي؟ ليسن أوند موزيك اللي هي القراءة والمزيكا. إيش شبيلي جيتار أنا بلعب جيتار أنا بعزف جيتار أوند زي سينجت وهي بتغني. فير تليفونيغن فيل إحنا بنتكلم كتير. ودا او تشيشن اونس اس ام اس او بنبعت لبعضنا رسائل. طب يلا بينا نبدا نحل. القطعه قدامك فوق اهي وهنحط عليها اسئله. بيقول لي ارجانسي دي تيبل يعني كمل الجدول. نامي الاسم التر العمر الفونورت مكان السكن الكلاسي الفصل الهوبز الهوايات. اول حاجه النامي. النامي بتاع صديقتها اسمها ايه؟ برافو تانيا. طب الالتر عمرها قد ايه؟ نبص تاني في القطعه هيقول لك ايه. زي است فيرتسين ياغي الت يبقى فيرتسين ياغي الت 14 سنه. طب الفونورت مكان السكن ساكنه فين؟ ايوه ان دير بانهوف شتراسي ان بون. ساكنه في بانهوف شتراسي ان بون وشتراسي يعني شارع. كلاسي اللي هو الفصل هي فين؟ ايوه اطلع بص كده هتلاقي في جمله بيقول زي است ان دير كلاسي اخت ا يبقى ان دير كلاسي اخت ا. الهوبيز عند الهوايات عندها اتنين اللي هي listen on music.